ما تنساوش الكيت، الفيديو ديال اليوم قريطيس بغى يمشي لبرا، غادي يمشي عند اوشن باش يحرقو. تابعونا فرجة ممتعة، وهذا راه هو الفيس ديالنا اللي بغى تكونيكتا مع مول القناة، ولا صيفط شي ملاحظة ولا اي لعبة ولا غير اي اجوتي عنده، راه هو هذا درنا خصيصا بعد ما جاونا تعليقات كيطالبونا باللي خصنا نديرو شي قناة ديال التواصل، يعني باش نقدروا نصيفطوا لكم وصيفطوا لنا. راه درنا هذا الكونت، هذا قناة نكتة مغربية، دخلوا ليه ديروا اجوتي، وتحياتي، ونزلوا لتحت وخليوا لنا كومونتير، وراه كنبغيكم كاملين وكنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين. شكرا لكم وفرجة ممتعة. يا ربي اش هاد الزهر المقود، لا قراية تفرنا فيها، لا صنعة تعلمنا، حتى العسكر جراو علينا منه، هو اللي كنا زعما معولين عليه. دابا 5 شهور هادي وانا قالت لا ريال لا جوج، ما نقولش زعما دار شي ذنب خايب وما عقلتش عليه وكنخلص فيه دابا. لا لا مانيناش انا كون كاع درت يستاهل هاد القواده كامله اللي انا فيها. غنمشي عند السي ابراهيم نجيب شي كارو بعدا نكمي الصباح هذا، يلا عفقنا نحلو غير عينينا، غير ما يعكسش معايا عاوتاني ديك الكميمه ديال ابراهيم. السي ابراهيم راه شي كارو تما وقيدو على مالين الدار. سير ولدي تقود يا قريطيس، راه الصباح هذا وزيدون بكرة جاي عندي وقال لي ما تبقاش تعطيه الكارو الا بغاه يشريه بفلوسه، حنا ما تقيد علينا والو. الله يهديك السي ابراهيم، فين هما الفلوس؟ شوف غير اعطيني، راه انا صاحبي راه جاي عندي ولقى لي واحد الخدمه زوينه، نمشيو نخدمو انا وياه غدا فلوزين ديال السميده. ايوا راه غادي نخدمو، غادي تحرك القضيه، غادي نخلصك السي ابراهيم، ما تخافش انا ما غاديش ناكلك في رزقك، عافاك الخدمه دابا راه خدمنا وبخير وعلى خير. يا ودي يا قريطيس يا ودي، لوزين ديال السميده الغليظه ولا الرقيقه؟ هاك الكارو يا الزمر راه كتبقى فيا حتى من الكذوب وما كتعرفش تكذب. راني عارف كزبي حنين، واخا كتمرض لواحد عاد كتطلقو، واخا هكاك الرجوله ودا السي ابراهيم انت اللي كاين في هاد الحومه. نشوفوا هاد التلفازه حتى هي واش فيها شي فيلم ولا شي برنامج نجيبو به هاد الليل هذا، ما كاين ما يدا بالليل كنبقاو مفرجين وبالنهار دايعين. صاحبي عييتي من تخمام قهراتك الحزقه، بغيتي الحل ما عندك لا ديبلوم لا حرفه لا زهر، مرحبا بك عندنا، بلاصتك ماشي هنايا، بلاصتك برا مع القوار، انت ماشي ما عندكش الموهبه، المحيط ديالك هو اللي ما عرفش يخرج منك ديك الموهبه. مع وكاله اوشلي الاصفر سافر ورد علينا الاخبار، الثمن في المتناول وكنصيفطوا لجميع الدول، ما عليك غير تختار حنا غنتكلفوا بالباقي. العنوان ديالنا زنقة الحلوف عمارة حميدة رقم المكتب 69، مرحبا بكم عند أوشن، أي بلاد أي بلاصة غنصيفطكم ليها. هذا هو الحل، أنا ماشي ما عنديش الزهر، المحيط ديالي سلبي وما كيساعدنيش وما كيعاونش الموهوبون بحالي، غدا غادي نمشي لهاد الوكالة يدبروا لي على شي خدمة في برا. نيت راه سمعت قشاك ما قال لهم في برا راه تيجي المغربي تماك تينقزو عليه القوريات وكيحماقو عليه ودغيا تيدبر على راسو، وانت غادي نمشي لهاد الوكالة هادي وغنشوف معاهم. مرحبا مرحبا بك سيدي في وكالة أوشن للأصفار غير مكلفة، شنو حب الخاطر؟ أنا شفت الإشهار ديالكم البارح في التلفازة، أنا ما عندي زهر وبغيت نخوي البلاد، بغيتكم تصيفطو لي السويد ولا فنلندا ولا الدنمارك، بغيت نحس بالبرد، بغيت نشوف الحياة، بغيت نعيش شوية. مرحبا انت في المكان المناسب، عطيني السمية ديالك وقلت باش ندخلك عند السي أوشن صاحب السفير ديال الدنمارك الروح بالروح، غير البارح صيفط 15/1 لتما، ايوا غير جلست نعيط عليك وندخل. سي قريطيس سبحان الله، عرفتي ملي دخلتي من الباب كيبان ليا وجهك ماشي ديال هاد البلاد، شوف حالتك خرجت عليك الشمس وليتي خراوي في الكولور ديالك. اسمع السيكريتيس، اعتبر راسك راك سافرتي، من اللي حطيتي الترماحه ديالك في البيرو ديالي اعتبر راسك راك سافرتي، قلت لي الكاتبه بغيتي تمشي للدنمارك ونعم الاختيار، لقيتيني يلا قطعت مع السفير ديال الدنمارك. ميسيو شاغل كان مصنع على واحد البياسه كان خاصه في الطوموبيل، دبرت ليها عليه في لافيراي، المهم انت كون هاني.
قول لي يا سي وشن، شحال الثمن باش غتصيفطني للدنمارك؟ شوف ثق بيا، غندير معاك هرس دقدق، بان لي الفقر والهشاشه في وجهك، غنحسب لك غير 4 ديال المليون، وراه كون ما جيتيني وحالتك صعيبه وجهك وجه الفقراء ما غندكش بقل من 8 ديال المليون. ولكنش غدير، هذه هي نقطه ديال الضعف ديالي، والدي وجدودي علموني الكرام وكندير الخير، وعزيز عليا بنادم بوفري نعاونو. ما تقدرش تنقص ليا زعما شويه سي وشن؟ واش انا غادي نديك الطاليان ولا الصبليون؟ راه الدنمارك هادي، والله كون ما القنصل صاحبي لا عتبتي تما رجليك بالله. البارح يلاه صيفط 15 واحد لتما، وفينا هما دابا؟ فينا هما وفينا هما؟ هما راه كيدورو في كوبنهاغن، كل واحد شاد ليه جوج قوريات زعرات شهبات طويلات، راه عايش الحياة. كيفاش دابا انا غادي ندبر على هاد 4 المليون؟ ما كاينش اللي غادي يعطيها ليا، حتى الوالد محفحف ما عنده ما يعطيني. كون غير كانت عندي شي ارض ولا شي طوموبيل كون بعتها، وما عندي حتى حاجه ما نبيع. هدا واقيلا لقيتها، علاش ما نبيع الشكلوه ونعيش بوحده؟ نبيع وحده ونعيش بوحده، دوك الفلوس نمشي بهم للدنمارك، نخدم تما ونجمع الفلوس ونرجع ونشري كلوة أخرى ونركبها. فكرة مزيانة هادي، غادي تبقى عندي جوج كلوات وغادي للدنمارك من الفوق. هانا غندخل الفايس وغادي نحطها للبيع، ونحط النمرة ديالي، واللي بغاها غنضرب معاه فيها يدوز يديها. ها هي كلوة دوريجين إصرية مزيانة، حاجة نقية ما ضرباش الطريق، استعمال خفيف، اللي بغاها يصوني ليا الثمن 6 ديال المليون. البيع السبب ديال البيع غير مزير وبغيت الفلوس، وهذه هي النمرة ديالي. بارطاجي، راني حطيت الاعلان دابا، الله يبان مولاها، نقضيو الغرض، نمشي اخويا لكوبنهاغن لقوريات. خونا وشن راه بقى كيعاود ليا على ديك البلاد، راه خصني ماشي غير تبيع كلوه، الدماغ الراس العينين، تبيع كل شيء وتمشي. ويلي هادو مالهم جاو قرقبوا عليا من الدار مع الصباح، وجابوني هنايا ولاحوني، وما كانش اللي قال لي حتى اشنو درت، ما كانش اللي عطاني راس الخيط. ياك ما تغلطت لهم مع ولد القريه، اشنو جاي انا ندير هنايا؟ مشكلة هادي يا صاحبي، دابا شي واحد غادي يكون صونا ليا وهما شاد لي التليفون، دابا حنا هاد البريك ما غانيش نقضيه ولا شنو؟ تبارك الله تبارك الله على قريطيس، داير لينا التجاره ديال الاعضاء البشريه. ويلي واش ما فراسكش القانون كيمنع وكيجرم هاد التجاره وهادشي اللي درتي؟ يسحب ليك حنا هنا في الفيتنام، واش مسخوت الوالدين ما قدوكمش دوك التليفونات المشفورين ودوك الماط اللي كتبيعو تما بلا خبارنا؟ زايدينها الاعضاء البشريه، لا نتوما طلعتو النيفو بزاف هاد الخطره هادي، ما عارفين باغيين توصلوا. لا راني مزيره الشاف وبغيت الفلوس وبغيت نبيع الكلوه ديالي، كاين اللي كيسالني فيها شي حاجه؟ كلوتي هذيك ونبيعها لمن بغيت. سمع قريطيس، راك غالط ولدي وغالط بزاف، شكون اللي قال لك الكلوه والطيحه والريه والقلب راه ديالك؟ داكشي راه ماشي ديالك، داكشي ديالنا حنا، ماشي ديالك انت، باش تبيع ودير فيه اللي بغيتي، واي حاجه كاينه في الجسم ديالك في الداخل راك تعتبر ديالنا ماشي ديالك، انت غير قاضي بها غرض هاد الساعة وصافي. ويلي يا الشاف، ملي القلب والكلوة والرية ماشي ديالي، ولباس الزاكل واش حتى هو ديالكم؟ لا لا، لباس الزاكل خارج من الجسم، كاين على برا، هذاك ديالك، لا بغيتي تبيعو غير بيعو، ما محسوبش علينا، راني قلت لك الحاجة اللي في الداخل هي اللي ديالنا، واللي خارجة على برا راه ديالك، تمتع بيها ولا بيعها ولا دبر راسك معاها. هي الكلوة والطيحان والقلب والكبدة ديالكم، ولباس الزاكلو ديالنا، هادي راه ما كانش في خباري. ايوا ما نقدرش نبيعو، واش كاين شي واحد كيبيع لباس الزاكلو ديالو؟ اصلا بغيت نديه معايا لبرا باش نشوفو انا وياه الحياة. ايوا ساعة ما كتبش، اش غادير؟
بان لي انا والباز زاكلو ديالي غادي نجلسو غير هنايا. سمع ولدي قريطيس، راه بلادك احسن من بلادات الناس، وكاين شي حوايج هنا ما كاينينش برا، خاص غير اللي يخدم الدماغ ديالو ويعري على الكتاف ديالو، وراه داكشي اللي كتسمعو في برا راه ما كاينش ولدي، وهاد المره غادي نخليوك تمشي. علاش؟ حيت ما كنتيش عارف بلي ديك التجاره اللي كدير راه ممنوعه، غير اني المره الجايه تعاود بحال هاد الزبله هادي راه ما غاديش نعقلو عليك. ها هي دابا في خبار، ونوض وسير.